كما تشاهدون المشهد ما زال تقريبا نفسه بعد عام على هذه الفاجعة. من موقع انفجار المرفأ والنقطة التي حصل فيها التفجير ورائي، حيث كان العنبر رقم 12 والذي انفجر فيه نترات الأمونيوم وأحدث فجوة في الأرض عبأتها مياه البحر. هذا العنبر كان يحوي 2750 طنا من نترات الأمونيوم. تتحدث تقارير أمنية آخرها تقارير FBI عن أن ما انفجر منها هو 552 طنا، فيما الكمية المتبقية مصيرها ما زال مجهولا. ورائي هي أهراءات القمح في لبنان، وهي واحدة من أهم صمامات الأمان الغذائي في البلاد. تسع نحو 100 مليون طن من القمح انفجرت كلها وأصبحت خارجة عن العمل كليا، وقتل من كانوا يعملون داخلها. لم يتغير المشهد كثيرا، لا من ناحية المحاسبة والتحقيقات ولا حتى من ناحية الوضع الإنساني داخل بيروت. المأساة حصلت في 4 أغسطس 2020 ولكنها ما زالت مستمرة حتى الآن.